صباح النور من جديد مشاهدينا، مرة أخرى صباح النور. مرة أخرى صباح النور أمين. شكرا لك. إذن موضوعنا الآن وضيفنا الذي سيكون في الفقرة التالية اختار عنوان سوريا بلدي الذي لم يعد موجودا ليوصل رسالته من معرضه الفوتوغرافي. صحيح أمين، ضيفنا المصور الفوتوغرافي السوري عمار عبد ربو قرر أخذ زوار المعرض ما بين سوريا الأمس وسوريا اليوم محاكيا ذاكرة لم تمحى. كاميرا صباح النور كانت في المعرض وعادت بالتقرير التالي. سوريا بلدي الذي لم يعد موجودا، عنوان صادم مستفز وجريء اختاره عمار عبد ربه لمعرض صوره الفوتوغرافية، صور التقطها على مدار السنين الماضية في سوريا التي دمرتها الحرب ولم تعد كما يعرفها المصور السوري. سوريا اللي أنا بعرفها لم تعد موجودة للأسف. اليوم عنا بلد محتل، عنا بلد مقسم، عنا بلد تركوا ربع سكانه، عنا بلد كتير اختلف عن البلد اللي كلنا بنعرفه واللي ربينا عليه. فحبيت احط هالعنوان الاستفزازي، اكيد استفزازي، ماني ما بخجل منه، بس كمان لانه في شيء من الحقيقه. في معرضه ياخذ عمار عبد ربه زواره في رحله الى مدن سوريه عده ليروا عبر الصور الحياه والجمال والتاريخ، كما يروا الموت والدمار والخوف والحصار، صور تختصر كل ما عاشه ويعيشه السوريون. صراحة أنا مش رايحة على سوريا ولا مرة بحياتي، وأول مرة بشوف صور كيف كانت قبل الحرب وقديش كان فيها حياة، وصور كتير حلوين وبيبينوا كل المجتمعات كل الأديان. يريد عمار عبد ربه أن يكون معرضه أشبه بكتاب توثيقي لسيرة سوريا وتاريخها، تاريخ مهما حاولوا كتابته بطرق مختلفة يرغب عمار عبد ربه بأن يؤكد أن عدسته لهم بالمرصاد لكي تعود سوريا يوما ما بلده كما عرفه لا كما هي الآن. يسرنا أن نستقبل معنا عمار عبد ربه في فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور عمار. صباح الخير، كيفكم؟ حقيقة سوريا ما زالت موجودة، وهي يعني أيضا موجودة في أعمال مثل أعمالك، موجودة بجميع الأشكال. لماذا اخترت هذا العنوان؟ ماذا أردت أن تقول فعليا؟ موجودة بالقلوب أكيد، وموجودة بالوجدان، وموجودة بجميعنا، هي أكيدة. بس حبيت أني ركز على في شيء راح. يعني كلنا وقت بنكون اوقات مع سوريين بنقول عباره بالعاميه، بنقول سوريا راحت او راحت سوريا، وانا حبيت ترجم هالعباره للعنوان وخلي الناس يعني في شيء استفزازي، خلي الناس شوي تقول ليش هيك عم يسميه، شو صار، مين مفكر حاله، يعني كمان بيصير في تساؤلات كبيره وهذا شيء ضروري. حسب اللي لاحظناه في التقرير عمار انه بعض الزائرين ربما ما يعرفوش سوريا تقريبا، كيف كانت سوريا، والصور اختصرت نوعا ما ماذا كانت عليه سوريا وماذا هي سوريا الآن. فعليا كيف كان التفاعل ربما اللي ما شاهدناهوش تقريبا من التقرير، كيف أنت أحسست فعليا التفاعل من الناس اللي كانوا موجودين بالمعرض؟ بصراحة التفاعل جميل جدا، جميل جدا. يعني أنا وقت بتمشى بين الناس ما بتعرف اني انا عم صور، اني انا مصور هذا المعرض، بسمع الحكي، بشوف كيف بيطلعوا الموبايل ليصوروا، كيف في اشخاص بيبكوا، في اشخاص بيضحكوا، في بسمه، في بالتقرير اللي طلع في صبيه عم تقول انا ما بعرف سوريا ولا مره زرتها واول مره يعني عم شوف عم بعرف شيء عنها. كمان هذا شيء بيسرني جدا، بيشرفني. نحن للاسف اليوم بلبنان عنا يعني لنقول خطاب في كراهية، خطاب في حقد، يمكن ما يكون كل الخطاب اللبناني، يمكن ما تكون الصورة اللبنانية العامة، بس موجود هذا الخطاب. فوقت ناس بيروحوا على المعرض وبيكتشفوا وجه آخر لسوريا ما بيعرفوا، هذا بيساعد وبظن كمان أنه يكون ضد الخطاب هذا. جميل.
صور أيضا يلي كانت بالمعرض تشمل ثقافات متعددة وكان إلى هدف معين، كيف قدرت تركب تصورك؟ هي يعني المعرض هو صورة، وبتعرفي الصورة دائما هي خيار، يعني بأحد بيقرر يصور من اليمين أو من اليسار أو من فوق أو من تحت أو بالعتمة أو واو. بالضوء إلى آخره، فأنا ما بعرف شو عم تشوفوا. عم شوف شي كتير بس فهو خيار بالنتيجة، يعني هاي الصور اللي أنا اخترتها هي الصور اللي أنا، هو ما أنه كتالوج شامل، ما في كل شيء عن سوريا، ما في يمكن في ناس حيقولوا لي في مدن غائبة ولا في ديانات غائبة أو هيك شيء، للأسف ما كان في حط، يعني كان بدي مدينة لحتى أحط كل الصور اللي ممكن تحكي عن سوريا بشكل شامل. فهو خيار، هو لحظات، أوقات لحظات جميلة، أوقات لحظات محزنة، أوقات فيها بالحرب بالسلم، في شيء بيضحك، في شيء بيخلي الناس تفكر أو تغضب، كله هذا موجود، وهذا يعني هذا كان خيار إنه يكون في شعور ما أو معنى بكل الصور. عمار، ربما لم نكن نعلم بالماضي أنه ما سيقع وما سيجري في سوريا، فصورك اللي كانت موجودة بماضي سوريا هي ربما صور توثيقية للوضع العام، ما الهدف ربما حسب رأيك أنت كمصور فوتوغرافي من التوثيق بالصور؟ الصور توثيقية وبعض منها كثير عفوية، يعني يمكن في صور موجودة بالمعرض ما كنت أتخيل يوما ما أنها ستعرض بمكان ما، لأن هي صور كنت مع عائلتي مع أولادي عم بتمشى والتقطت صورة هيك عفوية جدا مع اللي صار ومع اللي شفناه. أول شيء في أماكن اختفت تماما، يعني في أماكن دمرت، فصارت هاي الصور جد هي تقريبا ما 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 تبقى، يعني ما عاد في أي شيء تاني. وكمان الأسوأ من الحجر، يعني الحجر فينا نرجع بكرة نرجع نعمره، مدننا كلها فيها عمارات أو مساجد أو كنائس دمرت على مدى التاريخ ورجعت عمرت 3 مرات 4 مرات 5 مرات. الحجر مو مشكلة، المشكلة الحقيقية هو المجتمع، البنية، النسيج اللي بيناتنا، الطيبة اللي كانت بيناتنا، هاي دمرت للأسف، وهي أظن صعب كتير كتير يرجع الواحد يعمرها. طيب، مع الأسف. ما هي رسالتك اليوم للسوريين والشعب السوري داخل وخارج سوريا؟ وبطبيعة الحال يعني هذا المعرض من عنوانه وكل تفاصيله هو رسالة بحديته، اليوم شو أيضا بدك تقول لهم؟ الرسالة يعني اللي بتجدر ببالي أول شيء هو أنه سوريا هي سوريا الأبد، يعني سوريا أبدية، سوريا من آلاف السنين، فيها مثل ما حكينا فيها المعالم، بس فيها كمان الثقافات وفيها الطوائف والأديان، كلها هي موجودة، ما حدا حيقدر يمحيها، قد ما جرب يمحيها رح تضل موجودة لأنه موجودة فينا قبل كل شيء، لأنه ندفع كتير أثمان غالية للأسف. للأسف والحرية، يعني السوريين طلعوا مشان الحرية والكرامة، والحرية والكرامة غاليين، ما بيجوا بسهولة، ما بيجوا بسعر رخيص للأسف، السعر كتير كتير باهظ يعني وعالي. بس كمان في رسالة مهمة للسوريين إنه الثورة ما ماتت، الثورة السورية موجودة، الثورة السورية فكرة، واحد ما بيقدر يقتل فكرة، بيقدر ياخد عسكريا منطقة ما، بس ما بيقدر يقتل الفكرة اللي بقلب الناس اللي بعقول الناس، وهي عم نشوفها كل يوم. فهي ضروري كمان الوقت الواحد يجي على المعرض، بتمنى من المشاهدين الموجودين في لبنان يجوا للمعرض قبل 10 آب يحضروه ويكونوا كمان فكرة بنفسهم عن المعرض. إن شاء الله هذا ما نتمنى، وكل التوفيق ليك عمار. شكرا، أنتم كمان بدعوكم، يعني أتمنى إن شاء الله أكيد إن شاء الله نكونوا موجودين في المعرض، وهذا أيضا يشرفنا، شرفنا، وعلى أمل أن نشوف أيضا معارض مستقبلا، ما حدا بيعرف قد قريب هيك فيها مستقبل سوريا كما كلنا نريد، مشرق وسعيد. شكرا لك. نتمنى. شكرا. هذا ما نتمنى. شكرا لك مرة أخرى.